تعالوا نظبط بقى البروكسي بتاع الكبوت. انا هعمل ايسوليشن وهطلع على التوب فيو وهروح على بوكس وهكريت بوكس. السمك بتاعه مش قوي يعني، وهخليني في لينكث على كده، ممكن اقلل من كده كمان، تمام، وسنة ويتس اكبر شوية. لو رحت على الالاين وعملت له الاين مع ده اكس واي زد، مينيمم سنتر سنتر، كل الدنيا ماشية تمام. هي بس الفكرة ان انا هرجعه لورا شويتين، واروح على برسبكتيف وممكن نميله، او ممكن حتى نستنى احنا نبقى نظبط الميل كده كده من نروح على التوب فيو. واهم حاجة دلوقتي عندي ان انا اشوف عدد اللينكس سيجمنت، خليني على عدد زي ده مثلا كده، والويتس افتكر كده كويس، والهايت افتكر برضو دول كويسين. رايت كليك كالعاده وكونفرت تو بولي، وهنروح على الفيرتسز وهنسلكت دول ونجيب دي هنا كده ودي، ويا دوبك هنرجعها ورا هنا كده، او خليني لا هي تمام، بس نضغط اف 3 الاول عشان نبقى شايفين كل حاجه تمام. ناخد دي كده وهناخد دي لورا كده. الفكره بس انا عايز اسيب مساحه عشان ما يبقاش الدنيا لازقه في بعضها. وبيني وبينكم المفروض كنا ممكن اصلا ندلت الصف ده، بس يعني خلينا ناخد الموديل سموز على قد ما اقدر تمام. ناخد دي كده وناخد ده كده، ناخد كده الدنيا دي هشوفها تبقى واصلة فين. هنطلع ده قدام شوية، ودي هناخدها ورا سنة، وده اهي هتبقى كده، ودي هتبقى كده. يعني انا عايز انتهي بس من الحتة دي عشان ابقى متأكد ان الدنيا عندي هنا متظبطة تمام. كده خلصنا من ده، نيجي لده اهي وهناخدها ورا سنة، ودي هناخدها هنا كده تمام، ودي هنا ودي هنا. حد موديل 4 يقول لي ناخد بقى دي نمشي بيها على الخط ده، والنبي ما تسرح ما تسرحش. انت مش بتعمل موديل، انت كل اللي انت بتعمله بتعمل مجرد بروكسيز، هتاخد الخبطات بدلا من العربيه دي تمام، علشان تبقى سهله في السيميوليشن ماشي. فما تسرحش وانت شغال وتضيع وقتك في حاجات انت كده كده مش هتحتاجها في حاجه. انا بالنسبه لي كده الدنيا زي الفل. نروح للليفت فيو تمام، ونبدا نظبط الدنيا بتاعتنا زي ما احنا عايزين. افتكر هنروح للتوب فيو وهناخد دول، نروح للليفت فيو وهنرفعهم كده تمام جميل. نروح للتوب فيو تاني وناخد اللي في النص دول ليفت ونرفعهم كده توب تمام. وبعدين هناخد نرجع ليفت تاني وناخد دول ونرفع كده ودول كده، دول نفس الموضوع، دول نفس الحكاية. أهم حاجة أروح توب فيو تاني وأخري فوق الصف ده تمام. نروح لليفت تمام، وده كده جميل. نروح لطب
والجزء ده ليفت يو هناخده، ناخده ده كده لتحت، تمام، لان احنا تقريبا كده هنحتاج نروح للبرسبكتيف. حتة سيجمنت هنا بس علشان نظبط الدنيا، وهننزل دول تحت شوية، تمام، فمش هيبقى عندي فيها مشكلة. ماشي، هناخد دول ونعمل رينج وكونكت كنترول كليك عشان ناخد الفيرتكس مود، وهنطلع دي بس لقدام شوية كده وناخدها سنة بس كده، تمام، بالشكل ده. هنيجي عند دي، عند ده اهي، وناخدها كده شوية ونطلعها قدام شوية، ونيجي عند دي وهنطلع بيها فوق، ونطلع بيها قدام، وناخدها كده حتى. نفس القصة ليدي، هنطلع بيها فوق كده، نروح للليفت حتى فيو، تمام، فوق كده، ونروح للتوب فيو، ودي هناخدها معاهم لورا كده، برسبكتيف كده، تمام أوي كده، تمام. احناش محتاجين أكتر من كده للغطا. ماشي، نطلع بره ده ونطلع بره الايزوليشن مود، تمام، و هناخد دي نحطها في الاسيتس ونخفي دي خالص ونطلع دي، نضغط F3 ده كده الغطا بتاعي. ممكن اخد الفيرسز وبس اسلكت دول، مش شرط حتى لو داخلين في بعض، مش شرط. نيجي هنا هي نفس الليلة برضو، هطلع دي و اخد الشنطة، اطلع بس برا دول واخد الشنطة وهاتاتش الشنطة كلها في بعضها. هروح هنا لاتاتش واخد دي، ماشي، ودي والقفل والنمر، تمام، اصبحت الشنطه كلها كده معمول لها اتاتشمنت. واروح للتوب فيو تاني، تمام، نطلع بس الاول بره اي سيلكشن مود، ونروح هنا ونروح نجيب بوكس ونعمل ايسوليت. واهم حاجه اتاكد ان انا مش على هيدن لاير، اهم حاجه مبقاش على هيدن لاير، واعمل برضو بوكس عادي خالص، اكبر الويتس واخد ده هنا شويه، وبعد كده اكبر اللينكث واخده هنا حبتين، وبالشكل ده كده. بعدين رايت كليك كونفرت الى دبل بولي، واروح للليفت، ماشي، واظبط المكان بتاعها واعمل لها روتيت عشان نبقى خلصنا من او اسهل الاين بيفت تو بيفت، او خليها سنتر لان البيفت في الاخر، اوكي، وبعد كده نشدها هنا، تمام. واضح ان انا محتاج ان انا ازود سيجمنتس، بس ما علينا، خلينا نظبط الدنيا هنا الاول، تمام، نعمل الجزء اللي فوق ده، نظبط دول، نظبط ده، تمام كده الدنيا مظبوطه. ماشي،
اف 3 اسف عايز اضغط ليفت تاني معلش اف 3 مش اف، انا ضغطت اف بس. تمام هناخد ده نسحبه لقدام حبتين، كنترول كليك عشان احول السليكشن لايدج، وبعدين الت واشيل شويه السليكشن دولز واروح لبرسبكتيف عشان الاقي السليكشن بتاعي مظبوط بالشكل ده كده. ارجع لليفت فيو واروتيت السليكشن ده وانزل بيه لتحت. بصوا بقى بعد كده كنترول واسحب، كنترول زد انا اسف، شيفت واسحب. طب انا مش عارف ليه بيضيع السليكشن. غريب. طب اروح لبرسبكتيف ونشوف هو زعلان ليه. شيفت تاني، انا عامل سيلكت على الايدج ساو واقول له لوب نفس القصة الايدجز اللي تحت وبرضه هقول له لوب. طب امال مالك؟ خلاص بس دي بقى اللوب بتاعتها مش هتنفع. الت وهنشيل السليكشن ده لان انا مش عايز بس غير شويه الايدجز، الايدجز اللي تحت اللي هم دول. شيفت ونسحب، ما هو سحب ومية مية هم. مش عايز يعمل دوبليكيت. مش مشكلة مش عايزين نسحب، هاخدها هنا كده. تمام وهاخد بعد كده الايدجز دي وهقول له كونكت وهحط 2 3 سيجمنت، وهاخد الفيرتسز دي وهطلعها بره كده، ودول بره سنة ودول هنحطهم هنا تاني. كونكت، لا مش بالعدد ده، هاجي هنا واقول له هما 2 بس، وهاخد الفيرتسي دي، هاخد دول وهنا كده ودولت هيبقوا هنا كده. بس هو ده اللي انا عايزه من الدنيا دي. نيجي بعد كده للشنطه وكنترول كليك على ده ونعمل لدول ايزوليت. خلاص نيجي على بتاعنا ده ونروح هنا وناخد بقى كل الحكايه، بس ان احنا هنظبط الفيرتسز. هناخد دي هنا ودي هنا ودي هنا. ما انها هتقعد بس تقضي شويه وقت بساط قوي في العمليه دي. لو رحنا لبرسبكتيف وجينا لدول، هطلع لتوب نجحهم ورا كده. تمام افتكر دول هيبقوا ورا هنا كده. تمام نفس القصه في دول، دول هيبقوا هنا كده ودول كلهم هيبقوا ورا كده. عشان اضمن بس ان انا مش عامل سيلكت على حاجة زيادة.
بس. هضغط على توب F3 وهنا نفس الموضوع، هاخد دول واحطهم هنا، واخد دول واحطهم هنا، واخد دول هنا، وهكذا. بس كده خلصنا كمان من البروكسي بتاع الشنطة. ولو جينا رحنا هنا برضو هنلاقيها في الهايبولي، فانا هطلعها هنا كده. دي لو عملنا كليك، ودي هنسميها باج، ونطلع بره الايزوليشن مود. كده بقى عندنا اللوبولي بروكسي بتاع الكار، وكده عندنا اللي هو ده الفرونت باج. ماشي. الويلز والمرايات سهله قوي. لو رحنا هنا F3 كل الحكايه، هقوم رايح جاي بسلندر. مش عايز كل عدد السيجمنتس ده، لان او خليه، عايزين الحاجه تبقى سموث، مش عايزين العربيه تنط من على الارض، كده كده مش هتمشي اساسا. وهنروح لده ونالاين مع دي، وهقول له كمان اعمل الاينمنت للاورينتيشن. تمام. ابلاي، مفيش ابلاي. طيب هاجي على ده ورايح هنا، واقوم عامله 90 درجه، واخد ده واعمله الاينمنت. بيفت لا، خلينا سنتر احسن، ونضغط على التوب فيو F3 وناخد الراديوس، يعني يبقى اكبر من اقل من عجله سنه بسيطه. تمام. بالنسبه للهايت هيبقى كده، وهناخد ده نرجع للبرسبكتيف F3 بالظبط، عايز ده كده زي ما هو بالظبط. هنيجي لدي، ودي هنسميها ليفت ويل. بالمناسبة في حاجة، ما تعملش اي بروكسيز غير للحاجات فعلا اللي هيحصل لها كونكت بالداينامكس، عشان بس نبقى واضحين، عشان مش كل حاجة تفضل تروح تعمل لها بروكسي. ماشي. حاجة بالمنظر ده كده. شيفت دراج دوبليكيت هيبقى كوبي، ودي هنشيل دي كده، وهنروح هنا، ودي هتبقى رايت ويل، وناخد ده اهي وهنالاين. مش عايزين اي حاجة تاني، عشان كده انا عامل دوبليكيت عشان اريح دماغي، وكلهم هيتحطوا جوه للاسف. تمام. ناخد دي شيفت دراج كانسل ده. تمام. شيفت دراج كوبي، ده هيبقى مين؟ هيبقى رير رايت، عجلة اليمين لورا، وهنالاين دي مع دي، واوكي. ناخد ده اهي شيفت دراج، شيفت دراج، هنسيب دي بس اللي هتتغير، هتبقى ليفت، وهنالاين دي مع العجلة، وكل حاجة زي ما هي كده. كل البيفتس عندي في السنتر. تمام. ده البيفت بتاعته مظبوطة، بس خليني اخد ده كده واعمل له alignment مع الشاسيه ده. تمام. سنتر سنتر، بيفت تو بيفت، او خليها سنتر تو سنتر، مش مشكلة خالص. وبعدين هبقى اخد ده وافكت البيفت برضو واطلعه كده وهاخده لورا كده. طبعا لو رحنا للليفت هتبان قوي كده، احنا تمام.
نرجع للبرسبكتيف وكده افتكر ان احنا خلصنا خلصنا كل حاجه تخص البروكسيز. المرايات هتبقى نفس الموضوع برضو، عباره عن بوكس وهتعمله على على المرايه. وحتى والله يعني مش ضروري الا لو انت كنت هتخلي المرايه تتفصل او تخلي المرايه تتكسر. اقول لكم نعملها سريعا، هيبقى عباره برضو عن بوكس، تمام، هكريته في اي حته كده، تمام، وكل عدد السيجنز دي مش عايزها، افتكر كده كويس. هاخد البوكس ده وهالاين مع المرايه، تمام، ماشي، وهعمل له سكيل. روتيت، هشيل طبعا السناب، نروح للتوب فيو F3، تمام، وهلاقيه بالمنظر ده كده. خلاص كل الحكاية رايت كليك بولي فيرتيز، وهناخد دي هنا، ناخد دي هنا، ناخد دي هنا، اي حاجه بس اهم حاجه تبقى قريبه للشيب بتاع الـ المرايه نفسه. ناخده ده كده وناخد ده يعني هنا كده، وده نفس الموضوع قريب شويه، وده نفس الليله ما كانتش هنا كمان، تمام، ولا انا كده رايح غلط؟ لا كده احنا صح. نرجع للتوب تاني، ناخد ده هنا كده، ودول المفروض هيبقوا على الخط ده، ودي تبقى هنا، وده اهي تبقى هنا كده، تمام. نرجع للليفت فيو، مش اكتر. تم اكتر من كده انا مش عايز، مجرد حاجه بس الاوبجكت بتاعي او الدايناميك انجن بتاعي يخبط فيها، لا اكتر ولا اقل. مش فارق معايا حتى اذا كانت مظبوطه ايه ولا لا، بس يعني تبقى على الاقل قريبه من الشيب. نيجي المراية التانية وهنعملها من الفرونت فيو، ناخد ده كده، تمام، نطلع على التوب، اللاين ده مع دي، لا سيبك من الاكسس مش عايزها، وهنروتيت ده كده، وهنكبر الهايت، وارجعها لورا كده بس.
هروح للليفت فيو، هي متظبطة برسبكتيف برضو، هرقيها مظبوطة، رايت كليك اديتابل فيرتيز توب فيو، وهناخد دول نوديهم هنا، ناخد دول نحطهم هنا، يمكن دي هتتعمل أبسط من التانية كمان بكتير. تمام، ناخد دول هنا وناخد دي هنا، ده اهي، هناخد دي دي، هناخد دي هنا، وده اهي هناخدها هنا كده، ودول هنزقهم على ورا. برسبكتيف زد عشان نعمل زوم اول، تمام، وهنلاقي ده، هنلاقي دي بالشكل ده كده. يمكن لو رحنا على الفرونت فيو ممكن يعني، لو انت حابب طلع دي كده، هناخد دول نطلع دول كده، ناخد دي كده، ناخد ده اهي ونطلع دي كده، ناخد دي نطلع دي كده، ده اهي ناخد هنجيبها كده، ودول هنجيبهم كده. نفس القصة في دول، هننزل دول تحت، دول دول، وهنرفع دول فوق ودي فوق شوية، ده كل اللي انا محتاجه عشان اعمل البروكسي، مش محتاج حاجة اكتر من كده. دي كان اسمها ليفت ميرور، يبقى دي هتبقى رايت ميرور. ما سيبناش حاجة الا عملنا لها البروكسي. لو في اي حاجة، اي حاجة هتتفصل، هيحصل لها سيميوليشن، هيحصل لها ديفورميشن، هيتعمل لها بروكسي. فرضا انت عايز هتكسر الشبكه اللي جوه دي، او انك انت هتطبقها، او الكلام ده كله، هتعمل بروكسي ليها لوحدها، وزي ما احنا اشتغلنا بالمنظر ده كده. تمام، طيب نضغط F3 ونرجع للوبولي، نروح على الهايبولي كار نخفيها، هنلاقي ان احنا عندنا اللوبولي ده اللي هيتم عليه كل السيميوليشن بتاعنا. اهم حاجه بس كنترول A، واتاكد انه كله اديتابل بولي. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ اللي هنعمله هنعمله في المحاضره اللي جايه ان شاء الله، عشان نشتغل على الدايناميك سيميليشن.